أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبائل الداروت مع ربا مسوى عجب هذا الفيديو كان كداو إن يرسي أدوح وقفان وأشكر قبيلة الداروت على هذه الدعوة الطيبة وبارك الله مسعاكم ووفقكم الله لما تدعون إليه يا رب العالمين قبائل الداروتكا يدقى دلكاس عمان أي قبائل آت أفر بضان سنمر كاسنا كم إذا قبائل أقو بضان يكون دلكاس عمان هل كان وحفلت أي كو قلن جبيين أرضي كم إذا قبيل كالداروت يدقى دلكاس عمان تكريم طلاب قبيلة الدارود محمد بن أحمد بن سعيد وصنقل الدارودي أرضيلة أي أبدا قبيل كورسنجلي يقول بانت يا علي سليبان يا ديشيش يا وليبا محمود سليبان لما أنت وقبائل لدتن أدهد أجدا يصير توسك اللوغو يريو يقول أهدد عرب أه أو تشوغا وردن كاش العمان أمل بنت علي بن محمود بيت علي سليمان رزان بنت إبراهيم بن أحمد بيت علي سليمان ريان بنت عبد الرحمن بن سعيد الدارودي رؤى بن سعيد بن مؤمن بيت علي سليمان هديل بن سالم بن أحمد بيت علي سليمان العنود بن سعيد بن آدم بيت علي سليمان ملاك بن علي بن شروع بيت علي سليمان هاجر بنت محمد بن سعيد بيت محمود سليمان الدارودي علي بن محمد بن علي بيت علي سليمان محمد بن أزود بن محمد حبريش بيت علي سليمان أحمد بن أرشد بن محمد حبريش بيت علي سليمان محمد بن عثمان بن أحمد بيت علي سليمان شهد بن صلاح بن سالم بيت علي سليمان محمود بن عوض بن آدم صواخرون عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد بيت شيشة الدارودي مهند بن ناصر بن محمد بيت شيشة الدارودي ليا بن سالم بن أحمد بيت شيشة الدارودي علي بن عبد الرشيد بن عثمان رير عمر
الحارث بن موسى بن أحمد بيت علي سليمان. محمد بن خلفان بن آدم بيت شيشة الدارودي. خالد بن سلم بن سعيد بيت شيشة الدارودي. حافظ بن سالم بن عبد الله بن علي الدارودي. إيمان بنت ناصر بن سعيد أفقار الباهنت الدارودي. ومريم بنت محمد بن يوسف بيت علي سليمان. intaasi kadib ummada Soomaaliyeed ayaa ka soo kala jeeda qowmiyado kala duwan isla markaana ay qolo kastaba ay ku abtirsataa qowmiyad ama dad gaar ah hadaba daawade ma ku qanacsan tahay arrinkaas mise kuma qanacsan bidaqdiimi hadiyad tafkariya li intaasi kadib Soomaalida ayaa ka tirsan jaamacadda Carabta isla markaana luqadda ay ku hadasho Soomaalidu ayaa waxa u badan xuruufta iyo kalmadaha yuliba luqadda Carabiga intaasi kadib qabaa'ilada daarood ayaa aad looga soo dhaweeyaa dalkaasi Cumaan iyadoo oo waliba la baro hiddaha iyo dhaqanka beesha daarood ee degta dalkaasi Cumaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم